بنقول للمسلمين عامه والعالم اجمع ان ينزل ويتحرك، لان اسرائيل يعتبر هم قتلوا الاطفال وقتلوا الشيوخ وقتلوا النساء وهدموا المساجد وهدموا المستشفيات وفعلوا الافاعيل. هم الارهاب وليست حماس. حماس ما هي الا مقاومه تقاوم وتناضل من اجل تحرير وطنها، من اجل تحرير بلادها. لو رجعنا للتاريخ هنلاقي اليهود اصلا من 100 سنه ما كانوش موجودين. اليهود في 1897 لم يكونوا موجودين على ارض فلسطين، لم يكن لهم ارض ولم يكن لهم اي مكان، لكن هم شتات من الدول عامه جاؤوا بهم الى هذه الارض المقدسه وقالوا ان هذه حقنا وهي ليست حق لهم، هي ارض المسلمين، هي مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا جينا مجموعه طلبه وشباب من مدينه بورصه، توجهنا الى منطقه اسطنبول في مطار اتاتورك، تضامن مع اخوتنا في فلسطين في غزه بالتحديد، اعتراضا وعلى الهجوم الهمجي الذي يقوم به العدوان الصهيوني في قطاع غزه على اخواننا في القطاع. ونسال الله ان يثبت اقدامهم ويكون في عونهم. نحن اتينا هنا وهذا اضعف الايمان، يعني تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. نحن يعني ذلك اضعف الايمان، ما استطعنا ان نغير بيدنا ولا بلساننا، فذلك اضعف الايمان ان نغيره بقلبنا او بلساننا، او ناتي ونصامد وندعم اهلنا في يعني باقل ما يمكن ان ندعم به اهلنا. انا سوريه طبعا، لكن انتمائي فلسطيني ودمي فلسطيني وللاقصى ولغزه، وكلياتنا ضد اللي عم بيصير بغزه. لذلك نحن اجينا جمعنا اليوم بمطار اتاتورك تحت رعايه الرئيس رجب طيب اردوغان يلي هو كان راعي هي التجمع اليوم، لحتى نعبر كلياتنا عن تنديدنا وعن رفضنا للي عم يعمله المحتل المغتصب اسرائيل ضد اهلنا في غزه، من وحشية، من ترميل للسيدات، من تيتيم للأطفال، الوحشية والقتل وآلة القتل والتدمير اللي عم بيمارسها بغزة شيء مرفوض، شيء عدواني، شيء لا إنساني.